السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد وحشتوني جدا. عشبة بنستخدمها للتخسيس، ما طلعتش للتخسيس بس، طلعت للتفتيح الفوري وعلاج لجميع مشاكل الجلد. رجعنا تاني يا حبايب قلبي ومعايا المكون بتاعي التحفة. نركز بقى يا حبايب قلبي، عايزة تستخدمي في الوصفة دي ماء الورد براحتك، ما عندكيش يبقى ميه معدنيه او ميه متفلتره او ميه مغليه ودفيت، تمام؟ يعني مش ميه مباشره من الحنفيه كده، علشان الميه اليومين دول انتوا عارفين بيبقى فيها ايه. طيب ابدا بايه؟ معايا العشبه بقى، سوري، او البذره، بذره القطونه او لسان الحمل. البذره دي غير بذره الكتان، دي بذره القطونه شبيهه للشوكولاته كده، بصوا صغيرة جدا عن بذرة الكتان، وكمان قد حباية السمسم كده، بس صلبة شوية، صلبة شوية عن حباية السمسم، مش بذرة الكتان يا جماعة، بذرة القطونة. ثواني اوريكم شكلها كويس، شايفين بصوا شكلها؟ تمام. هعمل ايه قبل ما ابدا اي حاجة في اي حتة في الجسم؟ هعمل فيها الوصفة دي، بقوم اعمل السكراب بتاعي على طول، بغسل البشرة او اي مكان تاني عايز افتحه او اشده بالماء الدافي، افتح المسام، وبعد كده بعمل بالسكراب البيتي اللي انا عاملاه ده، جميل جدا، عبارة عن زيت زيتون وسكر خشن وقهوة تركي، معلقتين معلقتين وغطيين من زيت الزيتون. لو انت من البشرة الدهنية انت عارفة طبعا هتعملي بالسكر والليمون، تمام. خلاص انا كده عملت السكراب بتاعي، غسلته برضو بالمية الدافية عشان المسام تفضل مفتوحة. اعمل ايه يا وعد؟ انا هستخدم في الوصفة بتاعتي، اول خطوة هعملها هنزل بنص كوباية كده من ماء الوردة، او زي ما اتفقنا المية اللي تعجبك، تنزلي بواحدة من بذور القطونة كده وبتسيبيها لمدة 12 ساعة او 24 ساعة حسب ما انت هتقدري تعمليها بالليل، وتصحي تاني يوم الصبح سوري تستخدميها، مفيش مشكلة. بس انا دلوقتي هسيبها لمدة 10 دقايق واوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي، لون جل كده صافي تحفة، لونه حلو قوي، واوريكم طريقة استخدامها ازاي. بس عشان اوريكم الجل الاول او هي هتعمل جل ازاي، خليكم معايا. بصوا كده يا حبايب قلبي ابتدى يتقل ازاي، بصوا ابتدى يتكون جل ازاي. انا عملته على البارد علشان استفاد بفوائده قوي، تمام. يعني لكن عملته سخن كده تحس ان الفوائد قلت شويه، لكن لما اعمله من بالليل للصبح وابدا في استخدامه بيكون نزل كل فوائده على البارد كده. طبعا خلصنا السكراب وغسلنا البشره زي ما احنا اتفقنا بميه دافيه، باخد من بصفيه بقى، عايزه تصفيه عايزه تعمليه كده براحتك، بصفيه بشراب فل او شاشه او اي حاجه اللي يعجبك، صفيه بتحصلي على جل فقط، تمام. بتاخدي بقى الجل بتاعك كده بتبداي توزعيه على البشره او اي مكان تاني كده، بيشد البشره جدا جدا. بس شرط اول ما تعملي الوصفه دي او المكون ده على البشره تبداي تقعدي لمده ربع ساعه من غير كلام ومن غير حركه، قاعده على مكانك كده او على السرير او اي حته، فردة جسمك، فردة وشك لفوق كده، علشان بيشد البشرة جدا جدا. بعد الربع ساعة او التلت ساعة، قد ما كل ما تقعدي اكتر كل ما تاخدي فوائد اكتر في الشد والتفتيح والترطيب العميق ان شاء الله. بعد المدة المحددة ما تخلص اللي انت مناسباها لنفسك، اللي انت محددها لنفسك، بتقومي تغسلي البشرة بتاعتك، وما تنسيش مكعب ماء الورد او الماء السائع عشان تغلقي المسام خالص. تتعمل يوميا قبل النوم في اي حته انت حابه تعملي فيها تفتيح سريع، جميله جدا جدا. هكتب لكم اسمائها كلها في التعليق المثبت عشان لو في ناس مش عارفه ايه بيزه الكرتون او لسان الحمل تعرف اكتر واكتر. يا رب النهارده اكون افدتكم وما اكونش طولت عليكم. مفعولها رائع جدا جدا، من اول اسبوع ان شاء الله بتلاقي نتائج مدهشه، يعني بتمنع التجاعيد جدا جدا بامر الله. يا رب النهارده اكون افدتكم، ولو انت اول مره تشوفوا القناه وما اشتركتوش ما تنسوش تشتركوا، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.